دونك السلام عليكم بنات، انا عاوت رجعت بارابور الفيديو اللي كنا حطينا الاخرى. قلتو بغيتو تشوفوا لادغاس اكزاكت فين جاوا هاد ديزابارت. كيف ما كتشوفوا معايا فالبروجي كيتواجد في الاخر ديال مدينه جنان الرحمه ما بين دار بوعزه وجنان الرحمه. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما لي زابارت سي ار 3. دونك عندنا ثلاثه طوابق في الموبل كيف ما كتشوفوا، كاينه مكازا وحده من التحت، وكاينه حتى واحد الحاجه زوينه هو ان لي بوكس كاينين لتحت. شنو هما هاد لي بوكس؟ هما بيوتا دي باغا كتقدروا ديروا فيهم داكشي ديالكم، حتى هما كيعطيوهم ليكم وداخلين مع الميتراج ديالكم. دونك كتاخذوهم غراتويتمون هادوك لي بوكس اللي لتحت. سي بحال البيوتا تقريبا فيهم هادوك البيوتا تقريبا شحال فيهم؟ المهم انا غنحط لكم هنا غنحط لكم الفوق شحال فيهم. وكيف ما كتشوفوا معايا فلا فينيسيون زوينه. ها هي انا كنحاول نوريكم الوغ نشوفوا الزنقه اشنو فيها. كيف ما كتشوفوا معايا كاين اغ 3 وقيلا غير اغ 3 فوالا حداها لاصقه فيها. وكيف ما كنشوفوا فالزنقه كلها بريسك نقيه، الزنقه خاويه فيها غير الناس اللي كيبنيو. دونك ما عندكم لا ديور عشوائيه لا حتى شي حاجه. فوالا غنوريكم كاينه كافي فلوكمون حتى هي نقيقيه. ديكم البنات فهادو كيتواجدوا ما بين الاخر ديال دار بوعزه ما بين الاخر ديال جنان الرحمه ودار بوعزه. اذا فاش كنتمو جايين على طريق الرحمه كنتمو جايين نيشان، ومن بعد كنلقاو واحد لو رون بوين اللي غندورو عليها لدار بوعزه. لو بروجي كيتواجد تماك في لو رون بوين ديال الاخر ديال الرحمه، سميتو جنان الرحمه مع دار بوعزه. انا كنحاول ندقق لكم كل شيء باش تشوفوا كل شيء بعينيكم. دونك سا سي لونطري. ملي كندخلو كنلقاو دروج بالرخام، يعني فريمون لونطري زوينه وكاينه لا فينيسيون. هاد الباب هذا البنات هو اللي كيهبطكم لي بوكس، يعني هنا فين كتهبطوا دوك البلايص فين كاينه الديبا هنا ملي كتهبطوا. انا من بعد نوريكم. الوغ غنبقاو طالعين هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. ف داكشي نقي نقي لا فينيسيون نقيقيه فوالا. كنبقاو غاديين توجور كيف ما كتشوفوا، فاحنا طالعين قلعه كامله بالرخام. الحيط حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا بوزنا ديك الصباغه اللي غتدي ليكم سي دي وينتا. يلا سمعوا سي كو لا ديفيرونس سي دي مار مولي افي لي برودوي شيميك اي لا دوري في سي 50 عام. تبارك الله. دونك يبقى معاكم عايش حتى 50 عام. اي فوالا خاصك دابا حنا وصلنا لي زابارتمون. انا غنبدا لكم بالاولى ومن بعد نمشي للثاني. هنا كيتواجدوا جوج ديال لي بورت، دونك الاولى على اليمين والثانيه على اليسار. حنا نبداو بالاولى على اليمين ومن بعد نمشيو لليسار. هادي الدخله ديال الدار. حنا دابا غنتبعو لاحين كندخلو كنلقاو صالون. كيف ما كتشوفو معايا صالون مبهج تبارك الله كبير. قبلوا على التصوير، انا كنحاول انني نصور حلوين. انا كيف ما كتشوفوا معايا فالصباغه زوينه وتبقى معاكم شحال يعني الجور لونطون. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الصالون.
تقدو هذاك الحيط غوز ترجعوه سوا برونز سوا دوري سوا ارجونتي احسن. مهم من بعد قالوا كل ما كتشوفوا معايا فهادي هي دخلت الصاله. تقدر هنا تجيكم صاله مونجي وهنا تقسموه على جوج، يعني يجي صالون ما بين صالون رومي وصالون بلدي. هانتوما شوفوا معايا تبارك الله الطول ديالو، يعني فغيمون الطول هنا راه عندكم واحد 7 متر. نمشيو للحمام، كيف ما كتشوفوا معايا البيبان سي دي بورت دو كاليتي، يعني فغيمون بيبان زوينين. كيف ما كتشوفوا معايا حمام تا هو دي كاليتي، تجيبو غير لي مابل ديالكم تسقوهم وصافي. هنا كاين الحمام تقدو ابخي ديرو سيباغاسيون بالجاج. انا نعاود ندخل باش نوريكم انه غادي الحمام مربع. جلي الشامبوان زوين كاليتي. هنا عندكم التواليت عزكم الله، فوالا. دونك هذا هو الحمام اريس لادوش. من بعد كنخرجوا من الحمام كنلقاو نيشان لا كويزين. كيف ما كتشوفوا معايا دائما لي بورت زوينين، البيبان عندهم لا فينيسيون اي لا كافيتي زوينه. هذه الكوزينه كيف ما كتشوفوا معايا لي بلاكار مصوبين، داكشي بحال ما غتصوبوه زعما فريمون مصوبينو بحال غتصوبوه لداركم. كيف ما كتشوفوا معايا لي تيغواغ كلشي زوين، داكشي فريمون كاتشري. شوفوا معايا هنا بلاصة الثلاجة ولهاد بلاصة لا ماشين راه هي. الوغ كيف ما كنتمو غاديين كنلقاو واحد المتنفس فين تقدو تنفسو الى عيتو من الدار شويه، فكتلقاو هنايا واحد لو بيتي بالكون. هنا هادي هي الكوزينه كيف ما كنشوفو. فهادي هي الكوزينه، نقدو حتى هنا نديرو سال مونجي لاصقه في الحد. كيف ما كتشوفو غنمشيو باش نوريكم المفاجاه اللي كاينه في بيتنا. دونك غنبقاو غاديين، غنبقاو هنا في النعاس الاول. هذا البلاكار كيف ما كتشوفو معايا راه كلشي دي كاليتي، يعني ما كنوريكمش شي حاجه وانا ما تيقاش فيها. شوفوا معايا باردون، شوفوا معايا تبارك الله البلاكار نقيقي مخلف حتى للداخل، يعني ما غادي تجيبي حتى حاجه. بلاكار كل جد هانتي كيف ما كتشوفي معايا فهو كيمشي عادي. الضوء الالكتريسيتي كلشي دايز، يعني انا هاد الاشياء كنأكد عليهم. لي سبوت عندكم اون كريستال، يعني شي حاجه اللي نقيقيه وزوينه، ولا كان شي غدوش ولا شي حاجه ابخي ان شاء الله يكون. اي فوالا هادي هي السقف. اخر سوا فيها نقيقي مقاد كلشي. هنا لا شومب، هنا بيت نعاس. انا غنخلي لكم الفيديو الاول اللي صورنا فيه في الاول وغنمشي نوريكم لا سوربريز اللي كاينه هنا. كاين عاوتاني واحد المتنفس زوين، سطيحه صغيره، نجي تيغاس
تقدروا ديروا فيها كبسة، تقدروا ديروا فيها اللي بغيتوا. هانتوما شوفوا معايا فوالا. دونك هذا متنفس جميل. بعدا كتلقاو واحد البليصه فين تقدرو تخرجو تنفسو تبردو ماشي بحال كتبقاي مخنوقه في الدار. اذا دابا غنمشيو للشقه الثانيه اللي كتواجد حداها في نفس الطابق. غنمشيو ليها وغنوريكم لي ديتاي شنو الفرق ما بين هادي وهاديك. بجوج بهم فيهم هذاك لا تيغاس هذيك السطيحه. بالنسبه للفوق فهما نفس الشيء غير ما فيهمش لا تيغاس، يعني ديك السطيحه كاينه غير في هادو التحتانيين، والفوقانيين ما فيهمش سطيحه. هادو التحتانيين فيهم 71 متر وكاينه اللي فيها 72 متر زايده على الاخرى ب 1 متر. اذا كيف ما كتشوفوا معايا فانا دابا في لابارتمون الثانيه. بسم الله توكلنا على الله. نبداو بالصالون كيف ما كتشوفوا معايا. فالصالون دائما كنأكد على الصباغه انها من النوع الجيد. اذا كيف ما كتشوفوا معايا ف صالون زوين، شارجم كبير يعني ماشي داك الشراجم صغار. كنوريكم هنا ان لي غيدو الكتريك، يعني ما تحتاج ماشي ما كاينش حداهم الضوا، وكاين من سونترال سيتادير مين كتدخلوا مع الباب كتلقاو لا سونترال فيها كاع البريزات ديال الضوء. من تماك من كتطلعوا لي غيدو، يعني انا جي بريفير حسن ما يكونش تماك حدا الشارجم ويكون من حدا الباب حدا كيف ما كتشوفوا البريزات اللي كاينين تماك. وكنزيد ناكد على واحد الحاجه اللي هي التلفازه. عندكم البلاصه التلفازه في الصالون البلدي وعندكم بلاصه التلفازه الثانيه في الصالون البلدي في الصالون الرومي. اذا تقدروا ديروا جوج تلفازات، واحد في الصالون الرومي واحد في الصالون البلدي. هذا توا شيء جد مهم. كما كتشوفوا معايا لا فلافينيسيون زوينه فريمون. ما عندكم زعما ما هو الذوق كيبقى مختلف، يعني اي واحد يقدر يزيد اي فينيسيون بغا. هنا كنوريكم علاش كيطلوا هاد لي زابارتمون، كيطلوا على ديور لي زوينين. اذا كيف ما كتشوفوا معايا ف سويلين زوين وتبارك الله كبير، وحداه شاده لا كويزين كيف ما كتشوفوا معايا. فتا لا كويزين زوينه حتى هي تقريبا نفس الشيء اللي وريتكم في الكوزينه الاولى، يعني ميم فينيسيون ميم ستيل ما مختلف حتى شي حاجه. كنوريكم في لي بلاكار، لي بلاكار حتى هما من النوع الجيد، يعني فينيسيون زوينه. العود اللي غيدي لكم يبقى معكم حتى 40 عام، لانكم نتوما عارفين العود ما تيخسرش وتبارك الله صحيح. وهذا سي دو فري عود ماشي ستراتي ديكور ولا شي حاجه بحال داكشي اللي ولا دابا في الاسواق. اذا هنا بالنسبه لهوت والبوطه والفران فاحنا كنعطيوهم لكم غراتويتمون مع لابارتمون. اذا فاش كتشريو لابارتمون كنكملوا لكم داكشي اللي كيخصها كيف ما كتشوفوا معايا. فهلا فينيسيون تبارك الله كاينه. هنا كيبان لكم واحد المتنفس واحد المتنفس صغير اللي تقدروا تخرجوا وتنفسوا فيه كيف ما كتشوفوا معايا. الكوزينه غدا طويله وتقدروا ديروا صالا مونجي فيها ماشي مشكل. انا بالنسبه ليا هاد لابارتمون عجبتني بزاف. بالنسبه لا سيكوريتي البنات فعندكم لا سيكوريتي توتال، اذا ما عندكم مناش تخافوا. كيف ما كتشوفوا معايا فكاينه كاميرا اللي كتشوفي فيها لي زانفيتي اللي كيجيو عندك قبل ما كتحلي الباب، اذا راكي سيكوريزي 100%. كيف ما كتشوفوا معايا فهذا هذا انا بالنسبه ليا تقدو تهرسوه تحيدوه وتكملوه بلاكار. تقدو هذاك البلاكار يكون فيه التموين ديالكم وداكشي ديالكم المهم بالنسبه لانه كيطل على لا كويزين، ما كاين لاش يبقى هذاك لان عندكم نتوما ديجا في الحمام. اذا هذا ستايوين لي زوين عجبني. هنا في هاد الدار كاين بلوس دانتيميتي، سيتادير بالنسبه للدار الاولى ما فيهاش داك السطوان اللي كيديك البيوت، هاد الدار الثانيه فيها سطوان. هذا الحمام كيف ما كتشوفوا معايا، حمام حتى هو مرخم مفينيز اللي طالع حتى للراس.
كاينه واحد البلايصه عاوتاني هنا تقدو ديروا فيها بلاكار، يجي بلاكار طالع من راس لراس. اذا كيف ما كتشوفوا معايا فاحنا غادي البيوتة ديال النعاس، اذا البيت الاول هو اللي كيتواجد فيه سطيحة، يعني عندكم لا شومبر كوشي زائد سطيحة. كيف ما كتشوفوا معايا في البلاكارات نفس الشيء في الدار الاولى كيف ما هدرت لكم، فلي بلاكار من نوع جيد. بالنسبة للسطح فتا هو مزلج 100%، يعني ما عندكم مناش تخافوا لا من الشتا لا حتى شي حاجه، داكشي انفيني مزيان. عندكم فيه روبيني الا بغيتو تديروا فيه شي حاجه ديال النشار ولا هذا. بالنسبه للعيد الكبير عندكم فين تذبحوا، اذا هذا شيء جميل. هنا تقدوا تغطيو بالاحسن الا بغيتو هكا تانتومايا تبقاو مرتاحين. ان الفيديو ديالنا سالا عند لي زابارتمون وغنحاول نهبط نوريكم المكازا هكا تكون عندكم فكره على هاد العماره كيفاش دايره. هناك مكازا الناس اللي باغيين يديروا بروجي ولا باغيين يديروا مخبازه ولا باغيين يديروا اي حاجه، فهنا عندكم مكازا اللي فيها 60 متر في الفوق وعندكم 150 متر لتحت، يعني كيف ما كتشوفوا معايا فهذا هو لو ماغازان. الوغ البنات اللي بغيت نشرح لكم كثر بالنسبه للفيديو الاول كتسقسيو بزاف على الثمن، انا كنقول لكم دائما انني مخليه لكم الهاتف في صندوق الوصف. كاين الناس اللي مكلفين كيعطيوكم الاثمنه كيعطيوكم بلوس دو ديتاي على الدار، لانني انا ما نقدرش نعطيكم كل شيء لان ماشي المهنه ديالي راكم عارفين. اذا لا في السعاده لا في هاد لا ريزيدونس رحنا صورنا لكم مزيان ووريناكم لي ديتاي. انا غنخلي لكم فيديو ما قلت لكم البنات، فغنحط لكم فيديو في صندوق الوصف اللي كنا درنا فيه التصوير في الاول والتصوير في الثاني، ها هو تاهو غنخليه لكم باش تعاودوا تشوفوا عاوتاني. بالنسبه للثمن نبدا معكم بعدا بالمتراج. الوغ كيف ما قلنا فلتحت كاين 71 72 هما اللي فيهم لي تيراس، اذا عندكم 71 متر والاخرى فيها 72 متر زيد عليها ب 1 متر. الفوق نتوما كتطلعوا كتلقاو 64 متر ياك entre 65 و 60، دونك كاينه اللي فيها 65 وكاينه فيها اللي فيها 60 على حساب نتوما والجهد ديالكم، يعني البيدجي ديالكم اشنو هو، يعني نتوما غتجيو غتفيزيتي وغتشوفوا شنو هي اللي غتقدوا عليها. بالنسبه للثمن فالثمن 8000 درهم للمترو، 8000 درهم للمترو البنات هذه غير بروموسيون دارت في كوفيد. نقدر نقول لكم هذا الثمن ما كاينش 8000 درهم، الا جيتوا هنا لو سيكتور كتلقاو كيبدا من 10000 درهم وتا الارض كتباع ب 10000 درهم، يعني ما كاينش ثمن قل من 8000 درهم. بالنسبه لهاد الديور صراحه الثمن ديالهم ما كاينش، ولا جيتوا تشوفوا راه ما غتلقاوش بحال هذا الثمن وما غتلقاوش بحال هاد لا فينيسيون. اذا كنقول لكم جيو بروفيتي، ولا بغيتوا تبروفيتيو وديو خلاوها الهبزه فاجيو ان شاء الله وبصحتكم وراحتكم، ما تنساوش تعرضوا عليا من تشريو الدار. اذا هذا هو البروجي ديالنا كيف ما قلت لكم، لا فينيسيون راها توب، ما تقدروا تعاودوا شي حاجه لان الذوق كيبقى لكم داكوغ. هو من
من لو بروجي ما يقدرش يعرف الدوق ديالكم نتوما كيفاش داير. يعني هو مسكين مشى على الدوق ديالو كيشري داكشي لي فريمون ساوي الثمن وكيشري داكشي بحال كيشري لدارو، يعني داكشي فريمون لي غتدخلوا وتسكنوا شحال عتقدوا تبدلوا. اذا كنقول لكم الناس اجيو تشوفوا ومرحبا بكم والف مرحبا، ولا كانت خاصكم شي حاجه ما عليكم غير اتصلوا في صندوق الوصف وغنخلي لكم حتى التليفون في العنوان باش هكا ما نوقعوش في المشكل اللي وقعنا فيه في الاول. اذا كنضرب لكم موعد اخر وفرجه ممتعه للجنس، ونقدر نقول لكم راه كاين دي بوكس لتحت هادو اللي قلت لكم دابا زيد فيهم بيت ديال 10 متر. الوغ هاد البيت ديال 10 متر تقدو ديروه بيت ديال لي زانفيتي، تقدو ديروه بيت ديال شي واحد جا عندكم زايد على غفله ولا شي حاجه، ولا تقدو تحطو فيه ستوك ديالكم ولا ديباغا ديالكم، ولا نتوما كنتو كديروا شي هوايه تقدو تهبطوا ليه وديروا الهوايه ديالكم. الرسام يدير الرسم ديالو بوحدو اولا شي حاجه، دونك كاين واحد المتنفس لي زوين. وكيف ما قلت لكم هاد البيوت هادو فهما معطيين لكم غراتويتمون مع الدار، ما كتخلصوا فيهم حتى شي حاجه، وداخلين عندكم في الكونطرا يعني في التيتر ديالكم راه عندكم ان عندكم بوكس ما غيجي حتى شي واحد وغياخذوا لكم ديال 10 متر. فكنتمنى انني نكون خفيفه.